حجازي في حفلة حمائي وصديق أجويرو يؤكد الأخبار المحزنة، وبايرن ميونخ يعاقب لاعبيه بسبب كورونا. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. فاجأ لاعب منتخب مصر ونادي الاتحاد السعودي أحمد حجازي نجم الغناء المصري محمد حمائي حين لوح له بين الحضور خلال حفل حمائي الأخير في الإسماعيلية، حيث تواجد حجازي بين المحبين وهو يردد أغنية أم الدنيا. من جهة أخرى، لم يشارك حجازي مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب التي تنطلق نهاية الشهر الحالي في قطر، حيث اعتمد المدرب كارلوس كيروش على تشكيلة من اللاعبين المحليين. قبل أن يعلن نادي مانشستر يونايتد رسمياً اليوم عن إقالة مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير، غردت الفنانة المصرية العاشقة للمانيو سمية الخشاب قبلها ب 16 ساعة: باي باي سولشاير، ربنا يكفيك شر كيد النساء. بالطبع سمية الخشاب ليست وحدها من توقعت الإقالة بعد تردي النتائج، حيث أن الخسارة أمام واتفورد برباعية أمس هي السابعة في آخر سبع مباريات بالدوري المحلي، وسيحصل سولشاير على تعويضات تصل إلى 10 ملايين يورو، وسيتولى مساعده مايكل كاريك الإشراف على الفريق بصورة مؤقتة. قال نجم مانشستر سيتي السابق سمير نصري في تصريحات تلفزيونية إن زميله السابق سيرجيو أغويرو أرسل رسالة له وأكد بأنه ينوي الاعتزال. هذه التصريحات جاءت بعدما نشرت تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية نية الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد التخلي عن حذائه بسبب مشكلة في عضلة القلب، لكن تشافي مدرب برشلونة الجديد أصر على أن المعلومات غير صحيحة، في حين أكدت الصحافة الإسبانية أن برشلونة سيعلن الأمر في مؤتمر صحفي خلال الأسبوع المقبل. قرر نادي بايرن ميونخ الألماني خصم جزء من رواتب عدة لاعبين، وذلك كنوع من الضغط بسبب عدم تلقيهم لقاحاً ضد فيروس كورونا. يذكر أن اللاعبين يرفضون أخذ اللقاح بسبب تخوفهم من الأعراض الجانبية للتطعيم على المدى البعيد، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في ألمانيا ليس في الوسط الرياضي فحسب، بل على المستوى السياسي أيضاً.